مباشرة إلى مكان الحدث، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من هناك. مصطفى أهلا بك. بداية، هل هناك أي مؤشرات مبدئية عن اسم القائد الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية بيروت؟ دانا أبو شمسية مراسلتنا من تل أبيب منذ قليل ذكرت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أنه فؤاد شكر المستشار العسكري في حزب الله، هل تم تأكيد هذا الأمر لبنانيا أم لا؟ نعم، يعني بداية هي مسيرة تابعة لجيش الاحتلال، وكما قيل من قبل وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية هي التي قامت باستهداف المنطقة الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت. ووفقا لما أعلنه جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا الاستهداف تم من أجل استهداف أحد قيادي حركة حماس، وبالفعل أعلنت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ذلك وسمت بالفعل اسم من استهدفته هذه الضربة العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال في العمق اللبناني داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا في المنطقة الجنوبية أو الضاحية الجنوبية القريبة من مطار بيروت الدولي. وهذه هي المنطقة التي اعتدت إسرائيل أو قوات الاحتلال على الاعتداء عليها في أوقات ما تقوم بالاعتداء على الأراضي اللبنانية. أما بالنسبة لهذا الاستهداف فلم يعلن حتى الآن وفقا للمصادر اللبنانية عن أي أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات في صفوف المدنيين، ولكن بكل تأكيد وما رأيناه من خلال الصور التي وردت إلينا وما تنقلته وسائل الإعلام اللبنانية عن أن هذا الاستهداف بالفعل هو أسفر عن سقوط بعض الأجزاء من المباني المتبعة للمبنى الذي تم استهدافه وتم تحديده من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي قالت بأن جيش الاحتلال انتهى من هذه العملية العسكرية وأن جيش الاحتلال لا ينوي توسيع الحرب داخل الأراضي اللبنانية، ربما هو تصريح تريد به قوات الاحتلال أو سلطات الاحتلال ألا تدخل في صراعات أخرى مع حزب الله في الجنوب اللبناني ولا توسع. أشكرك شكرا جزيلا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، وسنتابع معك أولا بأول كل تفاصيل الأخبار الواردة من عندك.